بشكل أساسي بجمع الأمة على كلمة واحدة، على وقفة واحدة، على تنسيق، على مواجهة التحديات كأمة عربية إن شاء الله خير. تركي، السؤال الأول اسمح لي أن أوجه لمعالي الوزير عهد الكبير. نعلم بأن الإرهاب يشكل هاجس مشترك سواء في السعودية أو في الأردن، وكما تعلم بأن هناك تشكيلات إرهابية أو تقارير على الأقل تتحدث عن تنامي التشكيلات الإرهابية على الحدود العراقية مشكلة تهديد مباشر للسعودية والكويت. كيف تنظرون إلى مثل تلك التقارير، وما هو موقفكم كذلك من هيئة الحشد الشعبي داخل مجلس الحكومة العراقية؟ سؤالي لمعالي وزير الخارجية، هل من الممكن أن نرى قمة عربية تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يخص انتشار ظاهرة الإرهاب، و يعني تخطي هذه المعالجة تنظيم داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات لتشمل التنظيمات المتورطة في قتل المواطن السوري، وأقصد هنا حزب الله وغيرها من الميليشيات الشيعية؟ فيما يتعلق بالإرهاب، كل المملكتين عانوا من آفة الإرهاب، وآخرها كانت الأحداث في الكرك. المملكة عبرت عن وقوفها جنبا للجنب مع شقائها في الأردن وعن دعمنا لجهود الأردن في هذا المجال. البلدين هنا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين قائم على مدى سنوات طويلة. كلنا نسعى للقضاء على هذه الآفة، وكلنا نسعى للقضاء على ليس فقط الإرهاب ولكن تمويل الإرهاب ومواجهة ومحاربة الفكر الذي يؤدي إلى الإرهاب والتطرف، والجهود مستمرة. فيما يتعلق بما يحدث في بالنسبة لحدود العراق بين المملكة الأردنية والهاشمية والمملكة العربية السعودية والعراق، البلدين حريصين جداً على متابعة أي خطر قد يظهر في أي مكان، سواء في داخل المملكة أو على حدود المملكة مع دول مختلفة، لأنه الحرص والتصدي للإرهاب واجب، والمعلومة قد تكون أهم شيء في مواجهة الإرهاب. إذا كانت المعلومة صح واتخذ بموجبها قرار، ممكن الواحد يتصدى ويتفادى حدوث شيء أخطر من هذا. فيما يتعلق بالحشد الشعبي في العراق وضمه أو إعطاه شرعية، الحشد الشعبي كما يعلم العالم مؤسسة طائفية بحتة. هناك مجازر ارتكبت في مناطق في العراق، بالذات في الأنبار وغيرها من المناطق، والحشد الشعبي يقاد من قبل ضباط إيرانيين وعلى رأسهم قاسم سليماني. فأعتقد أنه من المهم، ونحن نؤيد الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة داعش بالذات، ولكن أيضا نؤيد الوحدة العراق واستقلال العراق وعروبة العراق، ونحن نقف يعني ندعم كل الفئات في العراقية ولا نفرق بين طائفة أو طائفة أخرى، وهذا ما نتمنى أن تكون سياسة العراق. وبالنسبة للحشد الشعبي كما ذكرت، إذا أردنا أن يكون العراق موحد ويكون فيه مساواة بين الأطياف المختلفة في المجتمع العراقي، فلا مكان هناك لقوات طائفية مسلحة قد لا يكون ولائها لعراق واحد. فهذا موقفنا من الحشد الشعبي. شكرا. أولا، هذه رابع قمة سيستضيفها الأردن. استضفنا قمة عام 80 وعام 87، وأول قمة في إطار دورية انعقاد القمم العربية كانت في الأردن في مطلع هذا القرن الميلادي. فهذه القمة الرابعة، ونحن نحافظ وحريصين جدا على إدامة هذا الإطار بدورية انعقاد القمم العربية، لأنه القمة العربية السنوية هي الآلية التي من خلالها يستطيع القادة العرب أن يواجهوا المشاكل والتحديات والحديث المباشر في إطار الأمة العربية وفي إطار بيت العرب اللي هو
الجامعة العربية بالعواصم التي تعقد فيها القمة أن يجدوا الحلول. الأردن لا يؤمن بالشعارات ولا بالإنشاء، لا يؤمن بالبيانات التي تعبر عن أمور لا يمكن تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع. فلذلك يأمل الأردن، وهذه طبيعة الأردن وهذه السنة التي سنها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، بأنه دائما يريد لهذه القمم أن تكون قمم فاعلة لها مخرجات حقيقية واقعية. نعم هناك قضايا تورث من قمة لأخرى، مواقف تقليدية يجب أن يتمسك ويتشبث فيها القادة العرب، مثل القضية الفلسطينية واحترام القرارات الدولية وغيرها من الأمور، ولكن هناك مستجدات أيضا وهناك تطورات على أرض الواقع، ولا يمكن أن تصنف بأنها أمور تقليدية. فلذلك هناك الأمور التقليدية المطلوبة وهناك الأمور التي يجب أن نعالجها على أرض الواقع، وهي تحدث حولنا وفي منطقتنا، مثل التطرف والإرهاب. ولنا موقف واضح، يعني إذا بتسمعوا وبتنتبهوا، أكيد بتسمعوا وبتنتبهوا لتصريحات جلالة الملك وتصريحات المسؤولين الأردنيين والتصريحات التي تعبر عن الموقف الأردني. الأردن يقول بأنه هذه معركتنا بشكل أساسي كمسلمين، محاولة تشويه صورة الإسلام، بأنه المتطرفين وأصحاب الفكر الظلامي السوداوي يستهدفوننا جميعا، ولذلك لا يوجد بلد مستثنى. لا يؤمنون لا بجغرافيا ولا بجنسية ولا بدين ولا بعرق، فلذلك كلنا مستهدفين وكلنا تتم الإساءة لنا، فعلينا واجب كبير مطلوب يجب أن نقوم به. وهؤلاء الإرهابيين إن كانوا في أفريقيا الغربية أو في القرن الأفريقي أو في شمال أفريقيا أو في منطقتنا، ما يسمى بداعش، ما يسمى بالقاعدة، كلهم على نفس الصفحة، كلهم يستهدفون المدنيين الأبرياء. فالنظرة فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب كما يقول سيدي صاحب الجلالة الهاشمية دائما يجب أن تكون نظرة شاملة من جميع النواحي في جميع الأماكن التي يتواجد فيها الإرهابيين، ومن خلال جميع المصنفات، وهدفنا يجب أن يكون طبعا مجابهة الفكر الظلامي بفكر تنويري، لأنه لا تستطيع أن تقتل فكرة بطلق، أنت تقتل فكرة بفكرة أحسن منها وتستطيع أن تقنع من خلالها أكثر. فنعم النظرة شاملة شمولية، هذا هو نهج الأردن، وكثير من القضايا الأخرى التي يجب أن تطرح في القمة العربية إن شاء الله، وإن شاء الله ستكون بمشاركة الجميع ومشاركة القادة العرب، وبإيمان الأردن المطلق بطرح الأمور بشكل عملي، إن شاء الله نخرج بمخرجات قابلة للتطبيق والتفعيل لما في مصلحة أمتنا وشعوبنا. شكرا سيدي. شكرا لكم.